وقبل يومين فقط على انطلاق الانتخابات، كان لموفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار هذه اللقاءات مع أعضاء الجالية المصرية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. بنتكلم عن أهمية الانتخابات ودور الجالية المصرية في هذه الانتخابات. طبعا الانتخابات هنا مهمة جدا، اللي احنا نقدر نوصل للناس، اللي احنا بنقدر نسيطر وبنقدر يعني يبقى ليك صوت في البلد. والحمد لله برضو يعني مهمة جدا ان كل الناس تطلع وتنتخب على اساس ان نقدر نوصل صوتنا هنا وبره والمصر حتى كمان. الحقيقة انه الجالية العربية الأردنية واليمنية والمصرية زي ما حضرتك تفضلت يعني عدد كبير ولا يستهان به. التصويت مهم جدا لهالجاليات، لأنه لازم يعرفوا إن واشنطن إنه الصوت اللي بدهم ياخدوه لازم يستاهلوه، مش بس يعني هم فاكرين إنه أغلبية الجالية العربية ديمقراطيك والصوت مش بيشتغلوا عشان ياخدوه. لازم يعرفوا إنه لازم يدونا حاجة.